بحث وزير دولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار مع السفير الهند بالقاهرة أنجاي باتاتشاريا ووفد من رجال الأعمال بكبرى الشركات الهندية سبل التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربي المصري ونظيراتها الهندية العاملة في مجالات مماثلة. واستعرض العصار خلال اللقاء مجالات الصناعات المختلفة التي يمكن التعاون فيها مع الشركات الهندية، ودعا الوفد الهندي لزيارة شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي للتعرف على إمكانياتها الفنية والتكنولوجية والبشرية على أرض الواقع. من جانبه أعرب سفير الهند عن استعداد رجال الأعمال بدولة الهند للاستثمار مع شركات الإنتاج الحربي في مصر، مضيفا أن الهند لديها مجالات عديدة للاستثمار في منطقة بورسعيد، وأنهم يتطلعون إلى زيادة آفاق التعاون بين البلدين.